هل هناك سحر وراءها؟ الروائي السعودي أسامة المسلم يصنع الحدث في الصالون الدولي للكتاب بحضور جماهيري خرافية وتدافع وتزاحم من أجل الحصول على بيع بالتوقيع. هل نحن أمام سحر الحبر الأسود؟ الروائي عرف بكتاباته من نوع الفانتازيا أو الفانتازيا التاريخية، عرف بسرد الأحداث بطابع تشويقي ونهايات غير متوقعة على الطريقة السينمائية، معروف برواية خوف التي قام بكتابتها بطريقة أثارت فضول القراء. هذا الإقبال الخرافي حرك مواقع التواصل متسائلين عن السر وراء القبول الكبير. فهل خطف أسامة مسلم الأضواء من جميع الحاضرين في الصالون الدولي للكتاب؟ زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.